احنا لو ان اختصرنا بالنفقات واختصرنا بالموازنات اللي بتذهب ادراج الرياح عند هذا المسؤول وعند ذاك، احنا بنقدر نقنع شعبنا ان بنقول شعبنا بصبر. لما انا بشوف القيادة عمليا بتبادر الى ترشيد معين بس ما تبادر انها تراهن على جوعي. انا اليوم شفت مشاهد في رام الله حقيقة ما كنت احب اشوفها، شفت في حاويات وشفت في إعجال مولعة وشفت في ركام من الطمم موجود بالشوارع. لا، أنا بقول لكل الشباب، لا هو شعبنا وشبابنا أرقى من كل هذه المسلكيات اللي عمليا بتصير. إحنا بدنا نعكس صورة حضارية. إحنا بنعرف مشكلتنا في الأول وفي الأخير هي مع الاحتلال الإسرائيلي، وإن الاحتلال هو سبب كل أزماتنا. بس أنا لما أشوف المدخل عمدان البيت الأبيض عند هذا المسؤول وعند ذاك في عمارته أو في فيلتا جديدة، ولما أشوف سيارته الشبح اللي بتمخر المكان، ولما أشوف المسؤول اللي بيصدر القرار الأهوج بيقول سنفصل كل من عمليا يشارك بالانتخابات بدون الالتزام بقرارات هذا الفصيل أو ذاك. لا يا عمي، إحنا في مرحلة جديدة. المرحلة الجديدة أنا ما بقول الربيع الفلسطيني، الربيع الفلسطيني ربما نبلش من زمان، بس لأول مرة بنلاقي حالنا إحنا الفلسطينيين عمليا بنلحق بالموجات اللي قاعدة عمليا، موجات التغيير اللي بتصير بالساحة العربية. إحنا يا شباب لازم عمليا نكون تجربة جديدة كما تعودنا في تجاربنا السابقة. نعم، مرحلتنا هاي هي مرحلة محنة حقيقية، بدنا نصبر على بعض، بس عمليا ما بنجامل. أنا كنت أتوقع إن خطاب الرئيس يكون أقوى من هذا، وإنه يكون قريب من الشعب، وإنه يلامس أوجاع الناس. بس عمليا أنا صار لي عمليا ممكن في تجربتي مع الفيسبوك بنتقد لمدة سنتين، ما شفت هذا التغيير ولا شفت أصحاب الجلود السميكة إنها حست شوية بأوجاعنا. أنا كمواطن وكموظف في السلطة أيضا أنا عانيت الأمرين من ممارسات المسؤول. أنا بطلب من الرئيس ومن القيادة الفلسطينية عمليا إنها تعيد المعالجة من أول وجديد، على وعسى إن نطلع من هالمحنة هاي. وبتمنى إن مسلكيات الشباب مرة أخرى تكون ضمن انضباط وضمن أخلاق إحنا تعودناها. أنا ما بهمني أشوف هنا على المنارة إعجال مولعة، ولا بهمني أنا أسمح أو أخلق مبرر لأي جهاز أو لأي قوة معينة أنها تيجي تكمعني لمجرد أنا بدي أولع عجل. لا، أنا ما بدي أولع العجل، أنا بدي أعكس مطلبي بصورة حضارية. ربما قبل أيام هذه سيدة كانت تحمل يافطة مكتوب عليها بدك تكون وزير، وحاطة بدك تكون وزير، الكهرباء ببلاش، المية ببلاش، شمت الهواء ببلاش. إحنا بدنا الأسلوب الراقي هذا، لا بدنا لا نضرب زيد ولا نضرب عبيد، بدنا نوع من الالتزام. وخلينا بنقعد بالشوارع بس ما بنسد الشوارع بحجار. باسمي الشخصي كمواطن عاطل عن عمل، أنا ضد الفساد وضد رفع الأسعار، وناشد السيد الرئيس محمود عباس بإلغاء اتفاقية باريس المجحفة والظالمة للشعب الفلسطيني، ونناشد الرئيس بسماع صوت الشارع، سماع صوت المواطن، لأن هذا المواطن هو يعبر عن حقيقة الألام الذي يعيشها، وهذه الألام مش وليدة اللحظة، هذا أمر متراكم أهملت السلطة وأهملت الحكومة، لأن الفساد هو بداية النهاية لأي حكومة ولأي سلطة، ومكافحة الفساد أمر ضروري جدا. ومش بس سلام فياض لحاله فاسد، في وزراء كثير فاسدين، في ناس كثير بأخذوا رواتب وبيشتغلوش، في المجلس التشريعي بأخذ 14,000 شيكل هو قاعد بسويش إشي للشعب. مش هذا عبء على الميزانية وعبء على الحكومة وعبء على المواطن؟ اللجنة التنفيذية مين اللي عمل أوسلو؟ سلام فياض ولا اللجنة التنفيذية؟ أنا مش مع سلام فياض، أنا ضد سياسته مش ضده شخصيا، بس برضو في ناس كثير فاسدين بتحملوا المسؤولية. اللجنة التنفيذية تركت الوزراء يسرقوا عكيفهم وما في محاسبة ولا رقيب ولا حدا سائلهم. لما أنا بجوز أصير وزير يوم من الأيام وما أشوفش حدا يسألني ولا يحاكمني، لما سياسة اسرق ويمشي، لما أنا بسرق 10,000 دولار و100 مليون و50 مليون وأشوف فيش حدا محاسبني، لا بدي أسرق.
لما مكافحة الفساد وهيئة مكافحة الفساد الرئيس بيشكلها وبتعمل شيء، ملفات هيها لوزراء ولمدراء عامين موجودة في مكافحة الفساد وفيش حدا منبش عليها يظهروها على الإعلام. الميزانية احنا ضد السياسة الاقتصادية اللي بتتبع اتفاقية باريس، ضد رفع الضرائب، لأنه إسرائيل لما بترفع الضريبة مش سهل. إسرائيل عندها مصانع وعندها ميزانيات وبتدعم الاقتصاد تاعها وبتنتج وبترفع الرواتب الموظفين اللي عندها 700 شيكل أقل موظف، بينما عندنا إحنا زي الذنب منتبع إسرائيل بس في رفع الأسعار في رفع الضرائب. طب ليش ما نرفع الرواتب؟ فيش عندنا إمكانية نرفع الرواتب، ليش نرفع الضرائب؟ يعني إسرائيل جاي بدها تقطع رأسنا؟ ليش دائما ماشيين مع إسرائيل في الغلط على شعبنا؟ فيش إشي بلزمنا في اتفاقية باريس إنه إحنا كمواطن ألتزم في رفع الضرائب. أنا مواطن بديش أدفع الضرائب للحكومة، تيجي الحكومة تحبسني لأنه المواطن معوش، لأن المواطن جعان. لما الموظف آخر الشهر بيستنى في الراتب وبيجي نص الشهر وبيستلمش راتبه، ولما يستلم راتبه في نص الشهر ولا في 20 الشهر عن الراتب الشهر اللي مضى، بيستلمه نص بروح قرض ونص بروح أجار دار وبقعد بديون. طب هذا الموظف لأمتى بده يضل يداوم في الحكومة؟ ضابط الأمن هذا لأمتى بده يضل يداوم في الحكومة لما نص راتبه قرض ونص أجار؟ أنا بدي سلام فياض يطلع يحكي لي لأمتى هذول الموظفين بدهم يروحوا على الحكومة؟ راح يصير فيها عصيان مدني. معك أنت اليوم تدفع، جبت من ألمانيا 200 مليون، معك اليوم تدفع للموظفين، الشهر الجاي ما معكش. المشكلة راح تتجدد، بعد شهرين راح تتجدد. 17 سنة لهم، ليش ما بنوا مصنع؟ 17 سنة السلطة بتسرق في الشعب وما بنوش ولا مصنع. الزراعة ميزانيتها 1%، الصحة والتعليم 5%، الأمن 46%، ليش طيب؟ بارجات الصواريخ اللي عندنا، حاملات الطائرات اللي عندنا، يعني عايش 46% للأمن. أنا بدي سلام فياض يطلع على التلفزيون ويحكي ليش 46% ميزانية للأمن؟ عندنا بارجات المج 21 ولا حاملات الطائرات في الأطلسي خايف إسرائيل تهجم علينا، ولا الصواريخ عابرات القارات؟ أنا مش فاهم، يعني الزراعة أراضي فاضية ليش ما نزرعها؟ ليش أنا باخذ طحيني من إسرائيل؟ ليش رهنت الموظف ورهنت الشعب الفلسطيني 17 سنة للمنح الأوروبية؟ أول شيء أنا في عندي رسالة بدي أوجهها للدكتور سلام فياض. بصراحة أنا مش عارف شو أحكي له، وأنا أحكي له يعطيك العافية، والله أحكي له خرب بيتنا بصراحة. بحكي لك إياها، يعني واحد صار له 6 سنين لا عليه حسيب ولا عليه رقيب، ماسك مقدرات البلد كليتها، شعبها بكبيرها بصغيرها، موتنا من الجوع، موتنا من الجوع 6 سنين. ما احنا مش عارفين انت شو قاعد عم بتسوي. ها انت قاعد تستنى لما بتصير في أزمة بالبلد لتطلع تقول لي انه فيش ميزانية وفيش مصاري؟ من 6 سنين انت وين روحت بالميزانية اللي عم تيجي للدولة؟ وين روحت بالمصاري اللي عم تيجي للدولة؟ وينها؟ انت شو عملت من 6 سنين؟ الفساد اللي عندك وينه؟ ما في عندك ناس بالسلطة وجوها هرمت وهي قاعدة على الكراسي، روح روحها. شو عم بتسوي؟ شو عملت لنا انت غير انك خربت بيتنا، غير انك زدت الطين بلي؟ عم تستنى لتصير في أزمة بالشوارع والناس مش لاقية توكل لتطلع تقول والله ما فيش مصاري؟ طب من 6 سنين المصاري اللي اجت وين رحت فيها؟ ولك شو عملت فيها؟ شوفني شارع انت فتحته الا ما هو كان اجى دعم من برا، شوفني مستشفى انت بنيتها، شوفني جامعة انت سويتها يا زلمة، شوفني كل الخريجين من الجامعات الفلسطينية، انا واحد منهم منيح، شوفني انا صار لي زلمة 3-4 سنين متخرج دافع دم قلبي لاتخرج، شوفني انا الاقي وظيفة اتعين فيها، وينها؟ من 6 سنين فيش فيه ولا وظيفة إلنا يا زلمة، أنا واحد من هالناس زي بقية الشباب. وين أنا ابني لما بدي أتجوز بكرة؟ أنا متجوز وجايني ولد. ابني بكرة أنا كيف بدي أربيه؟ كيف بدي أعلمه؟ كيف بدي أعيشه؟ شو عملت لي أنت ولا ابني؟ شو بدك أنا أحكي لك أكثر من هيك؟ أنا بحكي رسالة لكل الشباب ولكل الناس اللي بالشوارع، بدل ما تسكروا الشوارع علينا وتحرقوا بها الشوارع، روحوا عند باب سلام فياض. يروحوا جيبوا كل الإطارات هاي وجمعوها على باب مكتبه وولعوها عنده. خلوه ما يطلعش من باب مكتبه. فوق هذا حكي كليته بتطلع لي على التلفزيون بأرقامه وما أرقامه، شعبك ميت من الجوع، شعبك ميت من الجوع، لوين وصلته؟ موجود على المنارة احتج على الغلاء المعيشي اللي عماله بسود على وبطغى على الشعب الفلسطيني، ولأول مرة بكون الغلاء المعيشي بقرار سياسي فلسطيني برفع الضرائب، بتربيط الشعب كله بقروض بالبنوك والشعب مديون للدولة. كطالب كشريحة شباب الطالب صار يدفع قسط ونص بدل ما كان يدفع قسط،
تبهدلنا تعرينا. سلام فيض زلمة مش سهل، لا شعب يطلع كل اسقاط اتفاقية باريس ولا شعب ولا متطلع مرتاح ولا ده مرتاحين. انا بشكر كل شاب بحكى كل كلمة حكاها، بس للأسف محدش احكى اللي هيك كل اللي بصير انه سياسة اسرائيلية واضحة. اول اشي خلونا ننسى ارض 48، بعديها خلونا ننسى 67، هلا خلونا نلتهي بغلاء المعيشة للأسف. يعني وكمان شوي الله اعلم شو بخلونا ننسى قضية فلسطينية نهائيا، حتى تفكير بطلنا نفكر فيها. 48 راحت، 67 بطلنا نفكر فيها، هلا الله اعلم شو نصير نفكر. غلاء المعيشة، التهينا بسلام فياض والتهينا بابصر نوح.